بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبي الله. اسمك يا سيدنا النبي أجمل من العطور والزهور، ويوم شفاعتك لينا يا سيدنا النبي هتخلينا نسكن الجنة ونعيش في القصور. يوم ميلادك يا سيدنا النبي بيستناه الكبير قبل الصبي، والأرض والسماء بتشهد على ميلادك يا سيدنا النبي وبتشع نور. تحية طيبة لكل اللي بيتابعنا من داخل مصر ومن خارج مصر. معانا المعالم سعيد الرجل المحترم، هيعرفنا العرض النهارده اللي قدمونا. ازيك يا معلم سعيد؟ يا مرحبا بيك. اخبار معاليك ايه؟ اخبار معاليك انت؟ الحمد لله كل عام وانتم طيبين، ومسي على المتابعين وعلى المشاهدين داخل وخارج. يصلي معانا على الحبيب النبي عليه الصلاه والسلام. غريب ولا قريب يصلي معانا على الحبيب النبي. هعرض لك بضاعه النهارده، يا بفضل الله انت اللي تحكم بنفسك، مش هقول لك ما بتنزلش، بفضل الله انت تحكم بنفسك. بضاعه كنت رقم تليفون حضرتك كده الاول مبدئيا؟ رقم تليفوني 012 06 07 77 165. اللهم صل على النبي. سعيد حسن يابا، مركز اوسنا، قريه عرب وبزكر. قريه عرب وبزكر، مركز اوسنا، محافظه المنوفيه. اللهم صل على النبي. كل اللي يشوف الملك الطيب ده يا جماعه يصلي على النبي. اهم حاجه الصلاه على النبي. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. بسم الله. تعالى كده عن اذنك. العظم والنظام. اللهم صل على النبي. حاجه تعليم يابا. بسم الله ما شاء الله. يا بركه مال بيتكلم عن نفسه. يا بركه سيدنا النبي. كل حاجه على الطبيعه امام حضراتكم. وصلى على الحبيب يا صاحبي عليه الصلاه والسلام. وزير النبي كمان صلى عليه الصلاه والسلام. احنا بنشتري بالبركه وبنبيع بالبركه، ما نعرفش حاجه اسمها ميزان. انا عن نفسي ما اعرفش حاجه اسمها ميزان. ببيع بالصلاه على النبي واشتري بالصلاه على النبي. والبضاعه اهي، لكن لو بضاعه خشنه بكرش هتوزن، لكن انا النهارده بديك لحم. تعالى على اذنك، بص على الحاجه كده بما يرضي الله. كل حاجه باينه قدام المشاهده. وهنا كل حاجه باينه قدام المشاهده. لحم احمر يا ريس. اللهم صل. لحم احمر. بسم الله ما شاء الله. لحم احمر هنا. مال بيتكلم عن نفسه. 500 كيلو، لكن احنا ما بنقولكش كده، اللي وزنها ربنا. الكتانه فيها عجل. اللي وزنها ربنا. يعني هتبيع ان شاء الله بممارسه. ممارسه، بيع وشراء. اربط يابا دي هنا كده بسم الله، الله توكل على الله. اللهم صل على النبي. دي بكام بقى ان شاء الله كده؟ اللهم صل على النبي. دي واخوه. دي واخوه. اربط كده يا معلم. تعالى برضو كده يابا. بسم الله. برضو هنا من داخل المزرعه الطبيعه. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. ها يا جماعه امامكم اهو العجل مال الطيب، وربنا يبارك لصاحبه النصيب. اهم حاجه تصلي على النبي. النبي اللي يشوف الفيديو النهارده يصلي على النبي. اهم حاجه الصلاه على النبي. النبي صلاه. ويصلي معانا على النبي مره ومليون. ربنا يكفينا شر العين يا رب. بسم الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. على كده بص على النظام. هات العجل التاني يا غالي. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. اشكر. واحمد الله. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. صور ارضيه المزرعه، انت بتعرض على الواطي. بتعرض هنا بما يرضي الله الطبيعه. والشغل مهما تشوف عينيك بما يرضي الله وصلى. كل اللي يشوف الملك الطيب ده يا جماعه يصلي على النبي. بص كده معايا. كل اللي يشوف الملك الطيب ده يصلي على النبي، اهم حاجه الصلاه على النبي. صلي على الحبيب النبي. اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله. ادي العجل الثاني اهو. ده كريم. اللهم صل على النبي. مال بيتكلم عن نفسه. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. ايه دي؟ اسكت. بسم الله ما شاء الله. كل حاجة باينة قدام المشاهدة يا باشا. دي بهايم فلاحي وبهايم تصافي لحم. دي بهايم فلاحي، بهيم معلوف صح. تعالى كده عن اذنك. انت بصيت برضه على دكتور، بص على النظام دي كده، هتلاقي النظام واحد. برضه لا في كرش ولا في أي لا لا حاجة. لا لا لا. اللهم صل على النبي يعني. تصافي لحم. اللهم صل وبارك على سيدنا. دي تصافي لحم يا بيه. اربط يا عميش في التاني كده. الاثنين بكام بقى يا غالي؟ يا عم يكبوا ب 140,000 وخلاص. عجلهم ب 70,000، مش هنقول الكلام دي والله. والله نتكلم بما يرضي الله. اربط يابا قص. اربط يابا. بما يرضي الله بكام؟ صلى على النبي يا عم. عليه الصلاه والسلام. سيدنا النبي كمان صلى. عليه الصلاه والسلام. مش ب 140,000 ولا ب 130,000 كمان. البان دي ب 100,000 و15. ب 100,000 و15. الاثنين. اللهم صل الاثنين مع بعض. وريني يا عم الحاج. اللهم صل على النبي. السعر الجديد. برضو احنا عارضين بالسعر الجديد. اللهم صل على النبي. من اسبوعين فاتوا كانوا ب 130,000. وانت عارف الكلام ده.
صلى على النبي. النهارده ب 100,000 و15. ب 100,000 و15 الاثنين دمك يا جماعه ب 100,000 و15. والحجز من دلوقتي شغال. اللي عاوز يحجز؟ اللي عايز يحجز من دلوقتي شغال. رقم تليفوني 012-06-277-165. يحجز دلوقتي. ويوم الاكل يا صاحبي مش ب 200 عشان العلفه برضه نزلت. وكنا بنقول ب 200، النهارده يوم الاكل بتاع البين 125 جنيه. بمرض الله. اللهم صل على النبي، بسم الله ما شاء الله. مال بيتكلم عن نفسه. وصلى على الحبيب. عليه الصلاة والسلام. بص كده عن اذنك. بص على البضاعة. عايز واحد خد واحد، عايز الاثنين خد الاثنين. هات يابا نمرة ثلاثة. بسم الله ما شاء الله، كل حاجة أمام حضراتكم على الطبيعة. مال بيتكلم عن نفسه، كل اللي يشوف المال الطيب ده يا جماعة يصلي على النبي. أهم حاجة الصلاة على النبي. هات يابا الثالث يابا. صلي على الحبيب عليه الصلاه والسلام. صلي على الحبيب النبي. واي كميه المشاهده عاوزها موجوده. موجوده موجوده ان شاء الله. موجود. الخير موجود بالصلاه على النبي. خير ربنا يعمل. بسم الله ما شاء الله. واحد الله. يا واحد الله. بص على المال. كل حاجه باينه قدام المشاهد. اللهم صل على النبي. اللهم صل وبارك يا بركه الصلاه على الحبيب. شوف البضاعه. كل حاجه باينه. الارضيات والنظام. الصلاه على النبي يعني. على كده. رجلي عامل ازاي؟ بص على الكتف. مال طيب. بص على الكتف. كل حاجه باينه. بص على الكتف والنظام. اللهم صل وبارك. ربنا يحمي. النظام عندنا هنا كل واحد يا بيه. كما يرضي الله النظام هنا كل واحد. هنقول دي ب 60 يا بيه. مش هنقول الكلام ده برضه. بما يرضي الله ب 52 ونص. ب 52,000 ونص. 500 جنيه. عن اذنك جرب على البيه هنا كده. ايوه جرب على البيه. بحكم مالك. بما يرضي الله. كل اللي شهدنا يصلى على النبي. عليه الصلاه والسلام. يصلى على النبي 1000 مره واثنين ومليون. اللهم صل على النبي. عليه الصلاه والسلام. بديك لح. ما بدكش بهايم برضو خايبه. اربط يا عم يوسف. بسم الله ما شاء الله. كل اللي يشوف المال الطيب ده يصلى على النبي. اهم حاجه الصلاه على النبي. اللي عاوز يحجز يا جماعه الحجز مفتوح. اللي عايز يحجز الحجز مفتوح. اللهم صل على النبي. الحجز مفتوح. معلم عربي. العنوان عربه بالذكر وسنة محافظة المنوفية. بسم الله ما شاء الله. صلى على الحبيب يابا. عليه الصلاة والسلام. هات يا خال، هات الكبير دي يابا. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. بنعرض بقى من النهارده يا ريس، عايزك تبص على البير كله، مفيش عندنا هنا كرش. كل الله. حاجه باينه قدام المشاهد. بديك تصافي لحم. اللهم صل على النبي. ما ينفعش تحرق كتير. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. بالراحه بالراحه. حاسب يا حبيبي. بالراحه بالراحه. حاسب يا حبيبي. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. ايه دي؟ فضايا. كل حاجه باينه قدام المشاهد بطبيعه. بما يرضي الله يا بيه. ودي سعر مفاجأة يا عم الحاج. سعر برضه مفاجأة. تعالى كده عن اذنك ارجع انا اسكت. اللهم صل على النبي. عليه الصلاه والسلام. انا عن اذنك كده هنا بص على البين. بص برده هنا مفيش كرش. لحم احمر. بسم الله ما شاء الله. لحم احمر يابا. صل على الحبيب. يا عبد الصلاه والسلام. بكام ده يا غالي؟ سلام. بص على النشاط الحيويه كده. انت ربط لحم. اللهم صل على النبي. بس. تعالى يابا. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. هنقول لك بكام بس متع على المشاهد الاول. بسم الله ما شاء الله. بص على الكتف بتاع البيم هنا كده برضه. بص على الكتف وبص على البيم نفسه. كل حاجه باينه والله. ايوه كل حاجه. حلاوه المال هو اللي بيبيع نفسه. بس بسم الله ما شاء الله. صلى على النبي يا عم. عليه الصلاه والسلام. دي مش برضه مش ب 55 ولا ب 54، دي ب 51,000 يا صاحبي. ب 51,000. دي ب 51,000. دي يا جماعه ب 51,000. ب 51,000. اه يا جماعه. كل حاجه باينه قدام المشاهد الطبيعي. نبيع بالصلاه على النبي ونشتري بالصلاه على النبي. خد يابا اللي بعده. المعلم سعيد يا جماعه بيبيعش ميزان، بيبيع ممارسه كده. الناس اللي بتسال عن ميزان. احنا بنبيع بالصلاه على النبي يا جماعه، والله انا شاري والله ما بشتري. انا بشتري بالصلاه على النبي وببيع بالصلاه على النبي. بنرضى الله. حلو يابا. رقم 5. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. بص على البضاعة. بص على البضاعة والنظام.
بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا محمد. يا جماعه بص كله هيضحي، كله هيضحي السنه دي بسم الله. بسم الله ما شاء الله. مال بيتكلم عن نفسه؟ بسم الله ما شاء الله. العظم والشاسيه وكله بالصلاه على النبي تماما. وربنا يبارك لصاحب النصيب وصاحب المال. بص على الحاجه واحده هنا بنرضي الله. تبص عليها بنرضي الله بس. كل حاجه باينه قدام الشمس. بنرضي الله. اللهم صل على النبي. بص على الظهر بتاع الجيم برضه. بص على الظهر بتاع الجيم. ايه دي؟ اللهم صل على النبي. بص على الكتف من ورا، بص على الربع اللي قدام. كله هيضحى السنة دي. اللهم صل على النبي. خد يا عم يوسف. اربط يابا. اللهم صل على النبي. عليه الصلاة والسلام. هبص على الكتف انا يا محمد وحاجة النبي كده. اللهم صل على النبي. بص على الكتف والنظام بتاع البهيم. وبص على الظهر هنا وكده والفخاد. برضه. مع عجل كمان؟ يا حاج. دي مع عجل كمان. هو النبي. كله صلى على الحبيب النبي. عليه الصلاة والسلام. كله يا ابو. ادعي. روح. شوف المال. بسم الله ما شاء الله. المال اللي يصفي. المال اللي يصفي لحم. مش تجيب لك عظمتين وتقول لك انا جبت وضحيت. تعالى يا بيه كده عن اذنك بص على الظهر هنا. بص على الظهر يا بيه. دي بهم، دي بهم تجاليب، دي بهم تجاليب برضه. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. تعالى يا عم يوسف. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. تعالى عن اذنك بص على الرجاله بتاع الفيم هنا كده. وبص على الغايه. كل حاجه بص على النظام. كل حاجه باينه. بص على النظام بس كده بمرضي الله. النبي عليه الصلاه والسلام. يا صاحبي مش ب 105 ولا ب 100,000، دول الاثنين ب 90,000. ب 90,000 الاثنين دول. الاثنين ب 90,000. الاثنين ب 90,000. واللي عاوز واحد برضه ماشي، اللي عاوز اثنين واحد. يا عم اللي عايز ياخد اثنين مع بعض ماشي. لو عندي ناس ثانيه اقول لك 700 كيلو، بس انا مش هقول لك الكلام ده، اللي وزنها ربنا. طبيعي. اللي وزنها ربنا. اللهم صل على النبي. هات يا بدر. بيتكلم عن نفسه. بس. بص على كده بتاع العجل عن اذنك. بص على الكتفه، بص على اللحم بتاع البهيم. اللي عايز واحد يا جماعه ياخد واحد، اللي عايز اثنين ياخد اثنين. الاثنين دمك ب 90,000. اه ربنا يرزقك يا حبيبي. بسم الله ما شاء الله. كل اللي يشوف المال الطيب ده يصلي على النبي، اهم حاجه الصلاه على النبي. بسم الله ما شاء الله. مال بيتكلم عن نفسه. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. صل على النبي الغالي. الله يكسر السنة. انا عايزك تعرض كل حاجه بمرضي الله والنبي. تعال بص على الكتف بتاع البهيم كده. بص على الكتف بتاع البهيم. تعالى هنا كده. بص على الكتف من دلوقتي. لحمه بالصلاة على النبي. محمل لحمه. عليك نور. اللهم وربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيسويها ان شاء الله. بس. اربط يا عم يمشي. اه يا جماعه كل حاجه باينه قدام حضرتك. اللهم صل على النبي. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله ما شاء الله. ايه دي؟ خير كل رجال الله. هات يابا. ودي يا عم الحاج ب 47. ب 47,000. ب 47,000. ده يا جماعه ب 47,000. بص برضه على النظام بتاعه عند دلالي ب 55,000. ب 47,000. كل حاجه باينه قدام حضرتك. عجل اللهم صل على النبي محمل لحمه. بسم الله ما شاء الله. كل يشوف المال الطاير ده يصلي على النبي. وحد الله. لا اله الا الله. عايزك تدي نظره كده. عايزك تدي نظره. بص على الحديد يا عم. عايزك تدي نظره. يا ابني صلي على النبي الغالي. عليه الصلاه والسلام. حبيب صلي. عليه الصلاه والسلام. بسم الله ما شاء الله. شوف البضاعه الخير الرباني. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. اوعى اوعى يا عورة. بسم الله ما شاء الله. كل اللي يشوف المال الطيب ده يصلي على النبي. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. مع برضه اخوه. الله يسود. اللهم صل على النبي. الله يسود جد. ايه دي؟ ايه دي؟ بسم الله ما شاء الله. كل يشوف المال الطيب ده يصلي على النبي.
شوف البضاعة يا عم الحاج والدار والنظام. بص على ظهر البهيم. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. شعرهم مفاجئة. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. كل حاجه تمام. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. هو ده المال ايه اللي تضحي بيه ان شاء الله. اه مال تفرق كل لحم انت. وخلي بالك في اطول وارخص، يعني في اطول وارخص، بس هي الناس برضو كل واحد الله يسهل لكل واحد. احنا بنقدم اللي عندنا وبفضل الله من احسن السلالات بهايم، ومن احسن تصافي بهايم، من احسن تصافي بهايم بفضل الله. بسم الله ما شاء الله. هات التلات يا عم يوسف. صلي على الحبيب محمد عليه الصلاه والسلام. البهيم يا صاحبي تصافي، البهيم تصافي. تعالى هنا كده. البهيم بني بني خلاص. شوف البهيم طالع ازاي. اللهم صل على الجمال. زي الجمال. بسم الله ما شاء الله. تعالى كده شوف نفخات ايدي. والله كله هيضحك. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. نور جمالك يا محمد. بسم الله ما شاء الله. نور جمالك يا محمد. اوعى اربط يا عم يوسف. اربط يا غالي. اربط يا غالي اربط. اربط الحلو حلم. وفرق الحلم مراد عشوة ليلة. بسم الله ما شاء الله. مثل قال لك يا مسترخص يا مستنجد. وصل على النبي يا عم. عليه الصلاة والسلام. دول برضه مش على 48 ولا 45 يا عم. بيرضي الله على 42,000 ونص. الواحد باثنين. الواحد فيهم ب 42,000 ونص يا صاحبي. ب 42,500 جنيه. ب 42,000 في الثلاثة دمك يا جماعة. تعالى كده. اللهم صل على النبي. بص. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. اوعى. بص على الكتف بتاع البهايم. بص على الكتف بتاع البهايم والنصاب. عيد لهم يا صاحبي ب 42,000 ونص. بسم الله. وربنا يبارك لصاحب النصيب يا رب. باب الحجز مفتوح يا عم الحاج. عايزك تبص مرة على المال كده. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. 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 ثبته هنا يا خال كده وتعالى اهو. بسم الله ما شاء الله. بص بص الخيل كله. اعمل كوباية قهوة عربي. بص يا هلا. مال طيبة. اللي عاوز أي كمية موجودة إن شاء الله. اللي عاوز واحد ماشي، اللي عاوز اتنين ماشي. وربنا يبارك لصاحب النصيب وصاحب المال. انا برضو عايز المتابع اللي بيشوفنا يتفرج ويتاكد من الحاجه. وانت على الطبيعه بقى والنبي بصور العرضيه كده. دي الطبيعه يا جماعه برضو. دي الطبيعه. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. بسم الله ما شاء الله. وحد الله وحد الله لا اله الا الله. كل اللي معانا يا جماعه كده يصلوا معانا على النبي. كل اللي معانا يصلوا معانا على النبي. ابو 42 ونص. وحد الله وحد الله. خش على الكومبلا دي بقى. تعالى كده هنا يا عم. بص كده على النظام هنا. طلعش جرام ده ولا تطلع كرش. بديك تصافي. ودي كمان يا عم الحاج ب 42 ونص. ب 42 ونص. خلي كله يضحي. ب 42,000 ونص يا عم الحاج. بسم الله ما شاء الله. العلامه يعمل زلزال. ب 42 ونص. يعمل زلزال. ب 42 ونص. بسم الله ما شاء الله. صلي على الحبيب. كل اللي يشوف المال الطيب ده يا جماعه يصلي على النبي. اللي عاوز اي كميه، اللي عاوز واحد، اللي عاوز اثنين، كل شيء موجود ان شاء الله. يا عم كل حاجه موجوده، واللي هيجي برضه لازم ينعمل معاه الصح واكتر بفضل الله. واي واحد يجي على دماغي يشتري. ما يشتريش على دماغي. البيع والشراء دي اخر حاجه. البيع والشراء اخر حاجه. بديك بضاعه تتكلم عن نفسيها. سوق كامل. والنبي عايزك تصلي على النبي كده تاني. عليه الصلاه والسلام. صلي على النبي كده واديني النبي صلاه. كل اللي معانا يدعمونا بلايك وصلاه نبي. بسم الله ما شاء الله. يصلوا على الحبيب. عليه عايزك تجيب الفخاد بقى من تحت كده وحاجه النبي يا محمد عن اذنك. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. بص على الفخاد. ايه دي؟ اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. العنوان يا جماعه عرب وبزكر وسنه محافظه المنوفيه. رقم تليفونك معلم سعيد 012 06 277 267 165 165. هقدم لك برده شويه تاني جنبهات
عشان تصلي على الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام. صلي على الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على النبي. عايزك تصلي على الحبيب وتبص على المال وتبص على المال والنظام. كل اللي يشوف المال الطيب ده يصلي على النبي. بسم الله ما شاء الله. الملعب مفتوح. ربنا يبارك لصاحب النصيب خير كله وصاحب المال خير كله ملعبه. ايه ده قطع؟ اوعى يا ابني. نم يا ابني. الابن مش راجع تعمل حاجه. بسم الله ما شاء الله. كتف برضه بالنظام. كتف والنظام وسعر برضه حكايه. ب 37000. نزل يا ابو. نزل يا حبيبي. بسم الله. شايفين العجول؟ مال حرة. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. ابو 37 يا ريس. 37000. ابو 37000 يا ريس. اللهم صل على النبي. بحق عزبة. بحق عزبة. اللي عايز كمية برضو من دي موجودة يا عم الحاج. في حدود 37 و38 و35 برضو موجود. كل شيء بإذن الله موجود. كل حاجة موجودة. عايزك تبص على التاني كده. وكفاية كده والناس تدعمنا بلايك وصلاة النبي. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. يا جماعة العرضة. ربنا يبارك لصاحب النصيب وصاحب المال. العنوان عربي بذكر وسنا محافظة المنوفية. واي كمية المشاهد عاوزها موجودة ان شاء الله. ان شاء الله موجودة بفضل الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حالا يحجز حالا برضو. يحجز حالا رقم التليفون معاكو 012-06-277-165. باب الحجز مفتوح. عايزك تبص على البضاعة وتبص على المال يا عم الحاج محمد عشان